إخواني الأعزاء، بنقل لكم هذه الصورة من شارع 5 في بروكلين، وطريق 5 اللي هي الطريق بسموه ستريت، وهذاك افينيو في الفيفث افينيو. وما حصل أمس من العاصفة التي هبت على بروكلين ساعة المساء الساعة 9 مساء أمس، وحسب ما ذكر أهالي بروكلين وكلكم إنه العاصفة استمرت دقائق، وكانت قطع من الثلج البرد اللي ينزل على البيوت وعلى الشجر، والشجر كأنها تتلاطم مع بعضها البعض. شايفين الوراق؟ هاي كل السيارات تعبت بوراق الشجر اللي تساقط من قوة الهواء، من شدة الهواء والبرد. هايها كل السيارات مغطية، لا تزال مغطية. في جماعة منظفين وجماعة مش منظفين، من باب عمارة قاصد سعيد عبد القادر طلعوا السيارة ملفوفة بالورق، ورق الشجر. ومعظم البيوت البيسمنت تبعها او اللي هي التسويات تبعها